السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة منى حسين، قسم الميكروبيولوجي. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا على الـ skin infections. هنتكلم على الجزء الخاص بالـ fungal and viral skin infections. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الـ pathogenesis of the common etiologic agents of fungal and viral skin infections، وطبعا هنتعرف على الـ laboratory diagnosis of these causes of skin infections. أول جزء في المحاضرة هنتكلم على الـ fungal skin infections. هنتكلم على tinea versicolor، على dermatophytosis and candidiasis. أول fungal infection هنتكلم عليها هي tinea versicolor، أو بيسموها اسم تاني اللي هي البترايسيس versicolor. دي عبارة عن fungal infection of the stratum corneum، اللي هي ال very superficial layer of the skin. أول طبقة من السكين اللي هي الستراتم كورنيوم ممكن يحصل لها فانجال انفكشن بنوع من الفنجاي اسمه الملاسيزيا فيرفر. الملاسيزيا فيرفر دي one of the yeast fungus. طبعا انتوا زي ما عارفين ان الفنجاي بتتقسم لييست او مولد او دايمورفيك فنجاي according للمورفولوجي بتاعها. الييست اللي هي بتبقى rounded or oval single cells budding cells، المولدز اللي هي بتبقى عبارة عن long filaments interlacing مع بعض، والدايمورفيك فانجاي اللي هم يقدروا ياخدوا two shapes، ممكن يبقوا على هيئة yeast أو يظهروا على هيئة mold according to temperature. فالمالاسيزيا فرفر is one of the yeast fungi، وهي دي ال cause أو ال most common cause of tinea versicolor. الدايجنوزز بيبقى mainly clinically، ان البيشنت ما بيشكيش من حاجة غير just ان هو لاحظ ان في عنده بقع ظهرت على السكين بتاعته، يا اما تكون hypo or hyperpigmented skin patches. ما فيش اي signs of inflammation معاها، ولا اي itching، ولا يعني ما فيش reaction واضح معاها، مجرد بقع كده، يا اما تكون لونها فاتح عن لون السكن او لونها اغمق حسب لون السكن نفسه. من ضمن الستبس بتاعت الدايجنوزيس برضو اللي هو الوودز لامب، وده عبارة عن source of long wave ultraviolet light. بنعمل له دايركشن على المنطقة من السكين اللي هي شاكين انها انفكتد بالفنجس، فلو عملت اورنج فلوريسنس ده بيديني يعني كلو ان دي فعلا نوع من الفنجال انفكشن او اللي هي الملاسيزيا فيرفر انفكشن. اللابوراتوري دايجنوزيس طبعا ده يعني بيبقى ريرلي بحتاج السامبل اللي هناخدها. طبعا دي اول حاجة في الدايجنوزز هي skin scrapings. بعمل scrapping للسكين في المناطق اللي فيها الهايبو او هايبر بيجمنتد باتشز دي. بعد كده بعمل لها الكي او اتش ماونت زي ما خدنا قبل كده. الكي او اتش ماونت ان انا بحط السامبل بتاعتي في 10% بوتاسيوم هيدروكسيد، واعمل لها جنتل هيتنج، تسخين بسيط جدا. الكي او اتش ماونت ده فايدته انه بيكسر التيشوز والكيراتين لاير الموجوده في السامبل without affecting the fungus، فيظهر الفنجس اوضح تحت الميكروسكوب. بتبان ازاي الملاسيزيا فرفر؟ دي قلنا ان هي yeast، فبتظهر as around budding yeast cells، وبيبقى معاها short curved pseudo hyphae
خدنا قبل كده برضو ان اليست سيلز ممكن تطلع سودو هايفي، حاجة شبيهة بالهايفي بتاعت المولز، لكن هي بتبقى يعني شورت و ثينر شوية عنها، فبيسموها سودو هايفي، ودي بتظهر مع ال budding yeast cells. المنظر بتاع ال round budding yeast cells مع short pseudo hyphae بيديني منظر بيشبهوه بالسباجيتي and meatballs، كأنها ال round cells دي هي الميتبولز، وال pseudo hyphae اللي هي الكيرفد دي كأنها الستريبس بتاعت السباجيتي. تاني ديزيز من الفانجل انفكشنز، فانجل سكين انفكشنز، اللي هي الدرماتوفايتوزيس او بيسموها الرينج وورم او التينيا. دي بتبقى فانجل انفكشن اوف ذا كيراتينايزد تيشوز، سواء الكيراتينايزد سكين او الهير او النيلز. بتبدا از ا سنترال افكتد فوكس، وبعدين يبدا الفانجس ينتشر بريفرلي، فيديني منظر الرينج لايك ليجنز. من اسمها كده، هي اسمها درماتوفايتوزيس، فالكوزيتيف فانجس اسمهم درماتوفايتس. درماتوفايتس دي لارج فاميلي، بتشمل كذا جينرا تحتيها. يعني احنا اللي يهمنا دلوقتي الاسم الكبير اللي هم الدرماتوفايتس، ودول زي ما عرفتوا قبل كده ان هم نوع من المولدز اللي هم الفلامنتس فانجاي، اللي هي بتنمو عند 37 درجة، سوري بتنمو عند 25 درجة. الكلينيكال فورمز بتاعت الرينج وورم او التينيا دي او الدرماتوفايتوزيس، accordingly الكلينيكال سايت او السايت in the body affected by this fungus بيدوها اسم. ممكن تبقى اسمها تينيا كابيتس لو هي affecting السكالب زي ما انتوا شايفين، وبيحصل هير فول في المنطقة اللي هي infected، وبتبقى أكتر زي ما شايفين في السنترال، وبعدين تقل يعني تبدأ يعني تنتشر peripheral. ممكن تبقى تينيا انجويم اللي هي affecting النيلز، تينيا بيدس اللي هي في الانترديجيتال سبيسز، ودي بتبقى very common في الأثليتس الرياضيين اللي بيلبسوا الأثليتيك شوز for long periods وبتبقى رجليهم عرقانة. الدرماتوفايتس دي من الريسك فاكتورز بتاعتها المويستشر، يعني بتيجي أكتر في الأماكن المعرضة للمويستشر، للرطوبة وللمية كتير. الناس برضو اللي ايديها على طول في المية تلاقيها ممكن النيلز بتاعتها تبقى affected. تمام. لو هي affecting منطقة المستاش والبيرد بيسموها تينيا باربي. تينيا كوربوريس لو هي في any part in the body، أو تينيا كروريس لو هي في الانجوينال ريجن. تالت فورم من الفانجل سكين انفكشنز هي الكانديديزيس، ودي من اسمها دي فانجل انفكشن بالكانديدا. كانديديزيس يبقى فانجل انفكشن with كانديدا سبيشيز. الكلينيكال فورمز بتاعتها برضو according to the site affected ممكن تبقى كوتينيوس، وزيها زي الدرماتوفايتس كده بتبقى affecting ال warm moist skin folds في الانتر ديجيتال areas زي ما قلنا. ممكن تبقى في منطقة الأكزيلا، ممكن تبقى برضو onychomycosis اللي هي في منطقة في النيلز affecting النيلز، ممكن تبقى chronic mucocutaneous candidiasis ودي affecting any area of the skin or mucosa، وتبقى mainly في immunosuppressed patients أو depleted children زي ما انتوا شايفين في الصورة اللي تحت، تبقى بقى aggressive form ومنتشرة في الجسم كله. الكوز زي ما قلنا من اسمها اللي هي الكانديدا سبيشيز، ودي نوع من اليست.
ال diagnosis of fungal skin infections أول حاجة بنركز عليها اللي هي ال Wood's Light، دي بتبقى عند ال clinician اللي هو زي ما قلنا نوع من ال long ultraviolet rays بتبقى directed على ال affected area. بعض أنواع من ال fungi بتدي fluorescence لما تبقى subjected to this ultraviolet rays، منهم المايكروسبورم مثلا اللي هو مايكروسبورم سبيشيز، ده نوع من الدرماتوفايتس. احنا قلنا الدرماتوفايتس دي لارج فاميلي تحتيها كذا جينرا، منهم المايكروسبورم، ودي انواع منها بتدينا جرين فلوريسنس اندر الوودز لايت. تمام، السامبل بتاعتنا لما هنعمل laboratory diagnosis السامبل هتكون skin scales، المناطق اللي هي affected باخد منها جزء، او ال affected hairs او ال nails اعمل clipping لل nails اللي هي affected وابدأ اشتغل عليها. زي ما قلنا اي سامبل عايزة افحصها for fungal infection محتاجة اعمل لها ال KOH mount، ده مهم جدا ودايما يبقى في دماغنا بالذات في المناطق اللي هي بتبقى keratinized، الحاجات اللي هي related للسكين والهير والنيل دي اكتر. other tissues برضو بيبقى مفيد فيها، لان زي ما قلنا البوتاسيوم هيدروكسيد ده بيعمل lysis للtissues والكيراتين without affecting the fungus، فبيبقى سهل بعد كده انه يظهر تحت الميكروسكوب لما اجي اعمل له سواء without staining اللي هو الويت فيلم، او حتى لما بعمل له staining بالجرام او بالميثيلين بلو. فلما باجي اعمل staining الكانديدا بتظهر as yeast cells اللي هي rounded or oval budding cells with pseudo hyphae. من الحاجات المهمة جدا لازم ناخد بالنا منها في الفيلم بتاع الكانديدا او yeast cells عامة، ان لازم افرق بينها وبين الفيلم بتاع gram positive cocci اللي هي staphylococci اللي هي بتبقى arranged in clusters فيها شبه كبير من الفيلم اللي قدامنا ده. الفرق الأساسي اللي لازم أبقى حطه في دماغي إن الـ yeast cells بتبقى كبيرة في الحجم، بس برضو ده مش هتقدر تحكم عليه لو الـ two slides مش جنب بعض. فالفرق الأهم بقى إن الـ yeast cells تحت الميكروسكوب في فرق في السايز بتاعهم، يعني مش كلهم قد بعض، في حاجات rounded حاجات oval حاجات كبيرة وحاجات صغيرة. زي ما قلنا البادينج ده عبارة عن extension طالع من mother cell، فالmother cell بيبقى حجمها كبير وجنبها another cell لسه صغيرة بعد شوية بتكبر وبعدين تبدأ تفصل وتبقى هي نفسها daughter cell أو تبدأ تتحول لmother cell تانية. فالفرق في السايز بتاع cells ده مهم جدا انه اخد بالي منه في الشريحة بتاعة اليست سيلز. في الستافيلوكوكاي بقى مفيش الفرق ده، اولا كل الخلايا اللي شايفها قدامك كلها راوندد مفيش الاوفل ده، وكلهم نفس السايز مفيش فاريشن في السايز فيها، فده فرق مهم جدا عشان اقدر افرق بين الشريحتين دول تحت الميكروسكوب، شريحة اليست سيلز او الكانديدا وشريحة الستافيلوكوكاي. هما الاثنين بيبقوا جرام بوزيتيف، يعني هما الاثنين لونهم فايلت تحت الميكروسكوب، تمام، لما بصبغهم بالجرام ستين. طيب الدرماتوفايتس بقى لما اجي اشوفهم تحت الميكروسكوب بيبقى ليهم كاركترستيك هايفي، لان احنا قلنا دول نوع من المولدز او اللي هما الفلامنتس فانجاي، وليهم حاجه اسمها كاركترستيك كونيديا اللي هي الريبرودكتيف سبورز بتاعتهم، بيبقى ليها اشكال مختلفه، كل نوع غير التاني، كل species حتى غير التاني، فده بيسهل لي ان انا ممكن اتعرف على الانواع المختلفة من الفيلم اللي تحت الميكروسكوب، بالاضافة الى خطوة الكالتشر اللي انا بعملها بعد كده اللي هي بزرع على السبارود ديكستروز اجار ميديا اللي هو specific للفنجل جروث. لما بحطه عند 37 درجة for 24 hours بتطلع لي الكانديدا أو yeast cells بتنمو بسرعة وبتنمو عند 37 درجة زي ما انتوا عارفين، والكانديدا colonies بتظهر as creamy white colonies with characteristic yeast odor.
قلنا الطبق لو قربناه شوية كده وشمناه يعني هتلاقي ريحة الخميرة واضحة جدا فيه. لما بزرع الطبق عند 25 درجة عشان أطلع الدرماتوفايتس أو اللي هي المولز، بياخد وقت طويل شوية من 2 to 8 weeks على بال ما تطلع. كل نوع طبعا من الفيلامنت سبونجاي بياخد وقت مختلف عن التاني. كمان الجروف بتاعهم على الميديا بيبقى مختلف زي ما انتوا شايفين في الفيجر اللي هو من تحت على الشمال ده على اليمين. كل فانجس، كل سبيشيز من الدرماتوفايتس شكلها على الطبق مختلف عن التاني، وفي نفس الوقت شكلها تحت الميكروسكوب برضو مختلف عن التاني. من التستات التانية المهمة اللي بعملها عشان أفرق بين السبيشيز اللي هو الشوجر أسيميليشن تيست. ده هنا أنا بشوف الفانجس بيقدر يستخدم أنهي أنواع من الشوجرز as their only source of carbon. بيبقى زي ستريب كده زي ما انتوا شايفين، وكل ويل من دول في نوع من الشوجرز، وبحط السيل سسبنشن من الفنجس اللي انا بعمل له تيستينج في كل الويلز، واعمل لهم انكيوبيشن، وبعدين اشوف انهي ويلز اتغيرت لونها، فده معناه ان هو حصل لها assimilation فعلا والفنجس استخدمها as their source of carbon or their source of energy يعني. وعن طريق الأنواع المختلفة من الشوجرز دي أقدر أعرف ده أنهي سبيشيز من الكانديدا، من الدرماتوفايتس، من أي نوع من الفنجاي. ده من التستات المهمة للـ differentiation of الـ different species of fungi. يبقى لغاية هنا احنا خلصنا الجزء بتاع الـ fungal skin infections. قلنا اتكلمنا على Tinea versicolor اللي هي بتعمل superficial infection للستراتم كورنيوم. الفنجس بتاعها اللي هو الملاسيزيا فرفر، ودي عبارة عن yeast cells with short curved pseudo hyphae اللي هي الspaghetti and meatball تحت الميكروسكوب، وبتبقى الليجنز بتاعتها just hypo or hyperpigmented skin patches. تاني disease اللي هو الدرماتوفايتوزيس أو الرينج وورم أو التينيا اللي هي بتبقى caused by dermatophytes اللي هي نوع من الفيلامنتس فانجاي، ودي clinically according to site of infection بتلاقي ليها different names. وآخر نوع اللي هي candidiasis caused by candida species، ودي برضو according to site ممكن تبقى onychomycosis، ممكن تبقى chronic mucocutaneous، يعني حسب الaffected area. واللابوراتوري دايجنوزيس زي ما قلنا دلوقتي نركز اهم حاجه السامبل بتاعتي، والكي او اتش ماونت ما ننساهوش في اي فانجل انفكشن بعمل لها دايجنوزيس. تمام، هنتكلم بعد كده على الجزء الثاني اللي هي الفيرال سكين انفكشنز. هنتكلم على يعني زي ما انتم شايفين حوالي 10 انواع من الفيرال سكين انفكشنز. In each disease هنتكلم على الكوزيتيف فيروس بتاعه، الفاميلي بتاعته، النيوكليك اسيد، نوع النيوكليك اسيد الموجود في الفيروس ده، السيتوباثيك افكت اللي ممكن اعرف بيه الفيروس ده، المود اوف ترانسميشن طبعا، والكلينيكال بيكتشر، والسامبل اللي هاخدها علشان ايدنتيفاي الفيروس ده فيها. اول فيرال انفكشن هنتكلم عليها اللي هي الكوتينيوس وورت، دي كوزد باي الهيومن بابيلوما فيروس بنسميه الاتش بي في. الفيروس ده belongs to the papovaviridae family، و it contains small double-stranded DNA and this virus is non-enveloped. Non-enveloped تمام، اللي هما بنسميهم naked viruses. الفيروس ده بيتنقل بالتاتش،
والباثوجينيسيس بتاعته ان هو بيعمل هايبرتروفي of all layers of the derms and hyperkeratosis of the horny layer of the skin. تمام؟ So it infects the squamous epithelial cells و the mucous membranes. بتظهر الليجنز بتاعته على هيئة rough, rounded or irregular firm. لونها فاتح شوية بيسموها light gray nodules. وبتبقى mostly على الفينجرز أو الفوت اللي هي الأماكن اللي هي أكتر عرضة للتاتش ل another infected individual يعني. السامبل اللي هناخدها زي ما قلنا من الحاجات المهمة إن نبقى عارفين هناخد ال diagnosis بتاعنا هيعتمد على السامبل اللي هي هتبقى biopsy من ال affected nodules دي. تمام؟ تاني viral infection اللي هو الملاسكم contagiosum. ده caused by the molluscum contagiosum virus. The one of the poxviridae family. ده بيبقى large brick shaped virus بيبقى enveloped وجواه double stranded DNA. بيعمل characteristic cytopathic effect اللي هي intracytoplasmic inclusion bodies. Intracytoplasmic inclusion bodies. الفيروس ده difficult to culture ما اقدرش ازرعه في ال tissue culture العادي وهو كمان weakly immunogenic virus. يعني ما بيعملش immunity قوية بحيث انها تمنع الـ reinfection بتاعه عشان كده الـ reinfection بتاعه common. Transmission بيتنقل عن طريق الـ direct contact او الـ use of contaminated objects زي clothes او towels او contaminated sources زي swimming pools او even sexually. ممكن كمان يحصل auto inoculation to neighboring skin areas يعني ال patient نفسه يبقى عنده في منطقة مثلا على ايده وايده التانية لمستها وبعدين لمست منطقة تانية في جسمه فتنقل العدوى للمنطقة التانية من نفس يعني الشخص نفسه هو اللي نقلها لنفسه في منطقة تانية فدي بنسميها auto inoculation. Clinically زي ما شايفين في الصورة بيظهر على هيئة multiple dome-shaped amplicated papules. Dome-shaped البابيولز عالية عاملة زي الدوم كده زي القبة وفي نفس الوقت amplicated يعني فيها central depression زي الامبليكس كده. تمام؟ يعني very characteristic lesions بتاعته كلينيكالي ممكن يشخص على طول المنظر اول ما يشوفها. السامبل طبعا هتبقى اكسجنال بايوبسي هنشيل البابيولز دي ونبدا نفحصها. دلوقتي هنتكلم على الهيربس انفكشنز اللي هي بتشمل الاورال هيربس اللي هو الكولد سورس او وي الهربس ويتلو اللي هو الفيزيكلز اللي بتظهر على الفينجرز وألونج وأراوند النيلز. الهربس ده caused by الهربس simplex virus ده يتبع الهربس فيريدي family ده double stranded DNA virus بيبقى enveloped. الفيروس ده ليه important character اللي هي latency. latency دي معناها ان الفيروس بعد ما بيعمل infection للepithelial mucosal cells زي ما انتوا شايفين في الفيجر اللي قدامنا بيحصل له traveling along the peripheral nerves up to the spinal ganglion اللي هي around the affected site
where it may stay there for years, يفضل latent و dormant و inactivated كده في حالة inactivation في ال spinal ganglion ومش ظاهر ومش مدي أي manifestations لغاية لما الشخص ده يتعرض لأي stress, fever, trauma, severe sunlight, even حتى مع المنستريشن لو تعرض لإنفكشن أو أي immune suppression كل دي factors بتعمل breakage لللاتنسي بتعمل زي reactivation للفيروس فيبدأ travels down along the nerve axons ويبدأ يظهر recurrence at the same site of the initial infection يبقى هو بدأ في epithelial mucosal cells وبعدين travels up along the peripheral nerves للspinal ganglion بيبقى latent هناك وinactive ومش باين يقعد ممكن سنين without any manifestations وبعدين لما يتعرض البيشنت ده ل conditions تعمل breakage لللاتنسي دي زي قلنا الستريس الفيفر السنلايت الانفكشن immune suppression even menstruation زي ما قلنا ممكن يحصل reactivation للفيروس ويحصل breakage لللاتنسي والفيروس travels down again along the nerve axons ويحصل لي recurrence للinfection at the initial sites of the infection. الكلام ده بالظبط زي الherpes اللي احنا عارفينه اللي بيحصل around the mouth. الinfection بتظهر اللي هي البلاسترز دي او اللي هي البلاسترز بتاعت الهيربس بتظهر عند الانجل of the mouth لما الطفل مثلا يبقى سخن او البيشنت يتعرض لفيفر تمام بعد ما يخف تنشف البلاسترز دي وتختفي ممكن بعد كده لما يتعرض لفيفر تاني تظهر لما يتعرض لستريس زي ما قلنا لو اي conditions زي ما قلنا بتعمل immune suppression تظهر البلاسترز دي تاني هي دي الكولد سورز اللي بنقول عليها ودي اللي هي latency and the breakage of latency انواع الهربس simplex virus بيشمل herpes simplex virus type 1 و herpes simplex virus type 2 الهربس simplex virus type 1 ده الانفكشنز بتاعته mainly بتبقى above the waist في المنطقة اللي هي من فوق تمام في الفيس في الهاندز في المنطقة اللي هي above the waist mainly الherpes simplex virus type 2 ده mainly في المنطقة اللي هي below the waist يعني mainly بيبقى sexual transmission ال transmission of الherpes سواء الاورال او الherpes with low بيبقى عن طريق ال contact with herpes infected secretions المناطق اللي هي فيها already herpes lesions وال secretions اللي فيها بيبقى جواها الفيروس فلو لمسناها هتبدأ تتنقل للشخص الجديد زي ما انتم شايفين الاورال هيربس او اللي هي الكولد سورز اللي هي البلاسترز اللي حوالين الماوث زي ما قلنا والهيربس ويت لو اللي هي الفيزيكلز دي اللي هي موجوده في الفينجرز واراوند النيلز السيتوباثيك افكت بتاع الهيربس سمبلكس بيعمل مالتي نيوكليتد جاينت سيلز كونتين ال Caudry type A intranuclear inclusion bodies. Multinucleated giant cells نتيجة إنه بيعمل fusion للcells مع بعض فبتظهر إنها multinucleated. تمام؟ وفي النص بتبقى ال Caudry type A intranuclear inclusions تبقى في الجزء بتاع ال nucleus بتاعة ال affected cells. Clinically بتبدأ
الشكوى انه البيشنت بيشتكي اني كان عندي اتشي ماكيولا، منطقة حمراء كده وبهرش فيها، بعدين بدأت تظهر فيها الفيزيكلز، ودي اللي هي very characteristic للهربس. والفيزيكلز دي بيبقى جواها فلويد، من كتر الاتشنج بقى وان البيشنت بيهرش فيها وكده بتبدأ يحصل لها ulceration، تتفتح و to ulcerate ويؤوز الفلويد اللي فيها، اللي هو بيبقى infectious، هو ده اللي بيعمل بينقل العدوى. بعد كده بيتكون عليها crusts وتنشف، و بعد كده بتختفي الليجنز. السامبل بتاعتي هتكون swab من البيز اوف ذا ليجن، swab من البيز اوف ذا ليجن، تمام، المنطقة اللي هي الالسرز دي او الفلويد اللي طالع منها ده، باخد منه swab، بس بحاول اجيب السيلز اللي من تحت علشان افحصها تحت الميكروسكوب، اللي هي بنسميها التانك سمير، تانك سمير، عشان بفحص بشوف اللي هي المالتي نيوكليتد جاينت سيلز، وبشوف السيتوباثيك افكت اللي هي الكودري تايب اي انتر نيوكليير انكلوجنز، تمام، كل ده اقدر افحصه من السامبل اللي خدتها. Another type of viral skin infections اللي هي chicken pox and shingles. Chicken pox اللي هي الجديري، مرض الجديري اللي very common في الأطفال، والشينجلز اللي هو اللي هو بيسموه الحزام الناري. الشيكن بوكس والشينجلز دول الاثنين caused by the same virus. الفيروس اسمه الفاريسيلا زوستر فيروس، فاريسيلا زوستر فيروس، او اسماء تانية ليه اللي هو الهربس زوستر فيروس او الهيومن هربس فيروس تايب 3. يعني احنا خدنا الهربس سيمبلكس فيروس في هربس سيمبلكس فيروس تايب 1 and هربس سيمبلكس فيروس تايب 2. هنا ده ممكن نسميه الهربس فيروس تايب 3، او الاسم الكومن بتاعه اللي هو الهربس زوستر فيروس. الفيروس ده بيعمل لي تو فورمز او تو ديزيزز، الفاريسيلا اللي هي الشيكن بوكس او الجديري، وده يوجوالي في التشايلد هود، لأن ده عبارة عن الـ primary infection of the virus. يعني إيه primary infection؟ يعني الفيروس لما يدخل الجسم أول مرة بيديني infection اسمها الـ chicken pox أو الـ varicella، تمام؟ بعد كده بنفس فكرة الـ latency والـ breakage of latency، هو بعد primary infection بيدخل في حالة latency، بيختفي في الجانجليون، في السباينال جانجليون، ويدخل في latency لغاية لما يحصل له reactivation تاني بأي stress conditions زي اللي قلناها قبل كده، stress، الفيفر، immune suppression، الانفكشن، يبدأ يحصل له reactivation، بس المرة دي مش بيظهر بنفس الصورة زي الهربس سيمبلكس، لا ده بيظهر في بصورة مختلفة شوية اسمها اللي هي الشينجلز بقى أو الزوستر. يبقى الـ primary infection اسمها الـ varicella أو الـ chicken pox. الـ secondary infection أو بنسميها الـ reactivation دي بنسميها الزوستر أو الـ shingles. تمام؟ يبقى الـ chicken pox أو الـ varicella disease ده usually في childhood، دي زي ما قلنا ال primary infection of the varicella zoster virus أو اللي اسمه ال herpes zoster virus أو ال human herpes virus 3، ده one of the herpes viridae family، نفس ال herpes viridae family اللي هي منها ال herpes simplex virus، فده برضو زي ما قلنا ده double stranded DNA وبيبقى enveloped. الترانسميشن بتاعه ده بقى عن طريق الـ respiratory aerosols
او الدايركت كونتاكت with the ruptured skin vesicles. يبقى في حاجتين في المرحله الاولانيه اللي بيبقى في الانكيوبيشن بيريود، بيبقى الفيروس موجود في الريسبيراتوري ايروسولز. بعد كده لما بتبدا تظهر الفيزيكلز يبقى ترانسميشن بالدايركت كونتاكت من الرابشرد سكين فيزيكلز دي، ان هو موجود في الفلويد اللي جواها. كلينيكالي زي ما عارفين المرض الجديري او التشيكن بوكس ده بيبقى في عندي فيزيكولار راش، فيزيكلز منتشره في كل الجسم، بتبدا على الفيس والسكالب والترنك، دي بتبقى المين افكتد ارياز، وليس كومنلي على الليمس بتاعه الاطفال، يعني الايدين والرجلين قليل الفيزيكلز فيها، اكتر حاجه في الفيس والسكالب والترنك، وتلاقي الطفل عمال يهرش طبعا بالاضافه للفيفر بقى وان هو مش قادر يتحرك. دي اللي هي ايه الكومن كلينيكال فيتشرز بتاعه التشيكن بوكس. الفورم الثانيه من الهربس زوستر فيروس انفكشن اللي هي التشينجلز او الزوستر، اللي هي زي ما قلنا دي reactivation of an earlier varicella infection، والreactivation دي بتحصل later in life. reactivation زي ما قلنا بتبقى نتيجة stress, infection, immune suppression، أي حاجة من الفاكتورز اللي قلنا عليها اللي بتعمل breakage لللاتنسي. clinically بقى بتظهر as severe radicular pain and chickenpox like lesions في الدرماتوم innervated by the nerve where a latent infection occurred. يعني الانفكشن بقى مش بترجع في ال same site of infection اللي حصل في الاول زي الهربس simplex، احنا قلنا بترجع الانفكشن في نفس المكان، لكن هنا لا، الانفكشن بتبقى بالدرماتوم اللي هي المنطقة من السكن innervated by the النيرف where the latent infection occurred. النيرف اللي هو راجع من الجانجليون اللي حصل latency فيها، تمام؟ فتلاقي منطقة السكن اللي هي supplied by this nerve بيظهر فيها الaffection دي، بتبدأ بsevere pain الأول في المنطقة دي، وبعدين تبدأ تظهر الvesicles، وزي ما انتوا شايفين تحتها severe erythema كده، و يعني بيبقى ألم رهيب والفيزيكلز جامدة جدا في الزوستر ده. في كمان حاجة اسمها post herpetic neuralgia، ودي في الالدرلي بتبقى أكتر، اللي هو بيبقى فيه chronic burning or itching after healed rash last for months or years. يعني الالدرلي بيبول اللي بيحصل لهم تشينجلز أو زوستر ده اللي هو الحزام الناري ده، ممكن يعانوا بعد ما يخف خالص كل الفيزيكلز وكل المانيفستيشنز دي تختفي تماما وتخف، ان هم يفضلوا حاسين بكرونيك بيرنينج اند اتشينج في نفس ايه المنطقة اللي هي افكتد دي، ودي ممكن تقعد معاهم سنين للأسف. السامبل في حالة التشيكن بوكس هو زي ما انتوا شايفين هو مش محتاج لابوراتوري دايجنوزز، بس يعني فور كونفرميشن بناخد طبعا الفلويد اللي قلنا في الفيزيكلز دي، او بناخد بايوبسي من السكين ليجنز لما باجي افحصه تحت الميكروسكوب. بنشوف السيتوباثيك افكت اللي هي المالتي نيوكليتيد جاينت سيلز with كودري تايب A انكلوجن بوديز. Another virus infection is called exanthem subitum أو بيسموها roseola infantum. دي caused by another member of the herpes viridae family اللي هو ال human herpes virus 6. يبقى ده member تاني من ال herpes viridae family. احنا اتكلمنا على ال herpes simplex virus type 1 و 2
والهربس زوستر فيروس، وده تالت واحد من الهربس بايريدي فاميلي اللي هو الهيومن هربس فيروس 6. ده بيعمل لنا الإكزانثم سابيتم أو ريزيولا إنفانتم. الفيروس ده اللي هو الهيومن هربس فيروس 6 ده ريبليكيتس في ال بي ان تي لينفوسايتس واند ان ذا اوروفارينكس، والليتنسي بتاعته بتبقى في التي سيلز، يعني بعد الانفكشن ما تختفي بيفضل موجود as a latent stage في ال T cells. Cytopathic effect, ال infected cells بتبقى larger in size than a normal with inclusions موجودة both في cytoplasm وفي nucleus، يبقى بيعمل both intracytoplasmic and intranuclear inclusion bodies in larger cells. Transmission عن طريق respiratory secretions و it infects almost all children by the age of 2 years. يعني الانفكشن ممكن تحصل وما ناخدش بالنا منها، تبقى زي subclinical كده، يعني رعش خفيف وفيفر بسيطة وبتروح لوحدها ما فيش أي مشاكل منها، و within يعني قبل يعني بعد سنتين بيبقى تقريبا كل الأطفال أخدوه. Clinically بيبقى فيه فيفر في الأول، then after it subsides بعد ما تختفي الفيفر يبدأ يظهر الماكيولوبابيولار راش، ماكيولز اللي هي بقع حمراء بس، وممكن تتحول معاها بابيولز صغيرة، بتبقى منتشرة mainly على منطقة الترنك والنك. السامبل بتاعتنا طبعا هتبقى السكن ليجنز، زي ما بنقول يعني معظم الفيرال انفكشنز دي وبالذات اللي هي في الاطفال مش بتحتاج لابوراتوري دايجنوزز، يعني هي بتبقى كلينيكالي واضحه ومعظمهم زي ما انتم شايفين سبسايدز لوحدها مش محتاجه حتى تريتمنت. Another form of viral skin infections اللي هي الهربانجيا and hand, foot and mouth disease. دول two diseases caused by ال Coxsackie A virus. ده نوع من الانتيرو فيروس تبع البيكورنا فيريدي فاميلي. يبقى الكوزيتيف فيروس اللي هو الكوكساكي A فيروس، الجينس بتاعه الانتيرو فيروسز، والفاميلي هي البيكورنا فيريدي فاميلي. البيكورنا فيريدي فاميلي عموما دول small non-enveloped icosahedral viruses with linear positive sense single-stranded RNA. الترانسميشن بتاع الكوكساكي A فيروس او ال بيكورنا فيريدي فاميلي معظمهم بيبقوا فيكو أورال mainly in children، فيكو أورال transmission، والإنفكشن mainly بتحصل في ال children. clinically بيبقى عندي في fever في الأول، بعدين في anorexia معاها، وبيظهر vesicular ulcerated lesions on the soft palate والpharynx والtonsils والtongue. دول في ال two diseases، في الherpangia والhand foot and mouth disease. الhand foot and mouth disease بيبقى معاها حاجة زيادة، ان ال vesicular lesions دي بتظهر على ال hands and feet، عشان كده سموه hand foot and mouth. ان الherpangia زي الليجنز الموجودة فيها موجودة في الهاند فوت اند ماوث ديزيز. الفرق ان الهاند فوت اند ماوث معاه كمان نفس الفيزيكولار ليجنز بتظهر زي ما انتم شايفين في البالم اوف ذا هاند والسول اوف ذا فوت، زي ما شايفين في الفيجر اللي تحت في الصورة اللي تحت، وبالاضافة طبعا للليجنز اللي هي زي ما قلنا موجودة في الاورال كافيتي. يبقى عندي فيزيكولار ulcerated legions في soft palate، في pharynx، في tonsils، على tongue، بالإضافة للlegions دي تبقى موجودة كمان على الهاند وال
فوت في حالة الهاند فوت اند ماوث ديزيز او ال HFM ديزيز، بيسموه HFM ديزيز. طبعا السامبل هتبقى الفيزيكولار فلويد اللي موجود في الليجنز دي، او ممكن اخد كمان ستول لان احنا قلنا ان هي بيتنقل فيكو اورالي. تمام. Erythema infectiosum أو بنسميه ال fifth disease أو ال slap cheek disease ده caused by parvovirus B19 ده one of the parvoviridae family ده very small naked virus with linear single-stranded DNA it replicates في ال hematopoietic cells. كانوا بيسموه ال fifth disease لأنه زمان كانوا بيعتبروه one of the five most common childhood illness characterized by rash مع الميزلز والروبيلا وال chicken pox وريزيولا انفانتم، فده كان الخامس بتاعهم. بيسموه slap cheek disease من الكلينيكال بيكتشر اللي هنشوفها دلوقتي. ترانسميشن هو بيتنقل عن طريق respiratory secretions. كلينيكالي زي ما انتم شايفين بيبقى فيه face rash very characteristic، بيبقى pink lacy ومتوزع يعني slightly raised. May extend لل arms وال trunk وال thighs وال buttocks يعني to other parts of the body. A rash may be itchy especially في منطقة ال soles of the feet. زي ما قلنا الفيروس ده بيبقى replicating في ال hematopoietic cells so it may cause pure red cell aplasia يعني complete stop لل red cell production، فيبقى عندي complete depletion للred cells للred blood cells، وممكن ال patient يدخل في transient aplastic crisis. ال aplastic crisis دي اللي بيحصل فيها ان ال bone marrow stops making ال red blood cells for a short time، عشان كده بيسموها transient. يقعد حوالي من 7 لـ10 أيام البون مارو يعني completely stopping formation of red blood cells. بعد كده فطبعا البيشنت بيبقى عنده severe anemia و severe manifestations of debilitation. بعد كده بيرجع البون مارو start making red blood cells again ويحصل يعني recovery للحالة. من أشهر ال viral infections اللي هي بالذات في ال childhood اللي هي الميزلز أو الحصبة. الميزلز دي caused by the measles virus the one of the paramyxoviridae family the contain linear non-segmented negative single-stranded RNA in a helical nucleocapsid. الانفلوب بتاع الفيروس ده لي بروتينز على السيرفيس بتاعه اشهرهم الهيماجلوتينين والنيوراميلايديز والاف بروتين، ودول ليهم ميجر رول في البايندينج اند فيوجن اوف ذا فايرال وذ ذا سيلولار ميمبرينز. هما دول مسؤولين انهم يدخلوا الفيروس جوه الهوست سيلز. السايتوباثيك افكت بتاع الميزلز فيروس انه بيعمل سيل فيوجن اند سينسيتيال فورميشن زي كل باقي الفاميلي اوف ذا بارامكسوفيريدي فاميلي.
بيعملوا سيل فيوجن، سيلز بتلزق في بعضيها وبتعمل سنتيتيال فورميشن زي شبكة كده، تبقى سيلز كتير فلازقة في بعض، والنيوكلياي من جوه متجمعة مع بعضيها. الترانسميشن بيبقى عن طريق الدروبلتس أو دايركت كونتاكت أو يوز أوف كونتامينيتد أرتيكلز. كلينيكالي بيبقى بتبدأ بفيفر، ممكن يبقى معاها كونجنكتيفايتس التهاب في العين، كف. من الحاجات اللي هي very characteristic الكوبلكس سبوتس، دي عبارة عن بلوش وايت ألسرز في البقة الميكوزا، بتتشاف يعني من العلامات المهمة اللي الكلينيشن أو البيدياتريشن بيدور عليها أول ما بنشك في الحصبة، بيفتح الماوث بتاع الطفل ويفحص يشوف البلوش وايت ألسرز دي موجودة في البقة الميكوزا ولا لا. الماكيلو بابيلر راش بيظهر بعد الفيفر ما يحصل لها سبسايدنس، بيبدأ على الفيس وبعدين على الفيس ومينلي عند الهير لاين كده عند بداية الشعر، وبعدين يبدأ ينتشر all over the body. تمام، يبقى من الحاجات المهمة في الميزلز الكوبليكس سبوتس والماكيلو بابيلر راش اللي هو بيظهر بعد الفيفر، بيبدأ في الفيس then spread to all over the body. One attack of measles gives solid immunity، يعني بتاخدها مرة واحدة وما تجيلكش تاني، لأن هي يعني one type من الفيروس، فجسم بيكون له immunity solid immunity. ف whenever you تبقى exposed للفيروس مرة تانية الجسم بي fight الفيروس وما بتظهرش عليك المانيفستيشنز مرة تانية. السامبل بتاعتنا تكون blood، ممكن تكون conjunctival or nasopharyngeal discharge، الفيروس موجود في كل الأماكن دي. الروبيلا أو اللي بيسموها الجيرمان ميزلز أو الثري داي ميزلز، دي caused by روبيلا فيروس، وده of the Toga viridi family. Toga viridi family. النيوكليك أسيد فيه بيبقى non-segmented positive single-stranded RNA، والفيروس برضو بيبقى enveloped للهيماجلوتينين اللي هي البروتينز اللي موجودة on the surface. برضو في only one antigenic type of the virus، فبرضو بيديني solid immunity ان هو نوع واحد، فالimmunity الجسم بيقدر يكون efficient immunity against this type، مفيش تغيير فيه ولا variations، فهو هو اللي بيجي فالجسم بيتعرف عليه وما تقدرش وما تاخدش الانفكشن مرة تاني. الترانسميشن بيبقى airborne droplets او ممكن يبقى transplacental transmission، يتنقل من ال pregnant mother to the fetus، البيبي وهو جوه المذر، وبيعمل حاجة اسمها congenital rubella syndrome، يعني بيعمل congenital malformations في الفيتس أثناء الحمل. الروبيلا is not an arthropod born virus. التوجا فيريدي فاميلي من الفاميليز المعروف انها بتتنقل، الفيروس بتتنقل عن طريق الارثروبودز الحشرات ما عدا الروبيلا. الروبيلا فيروس ده تبع التوجا فيريدي but it's not arthropod born virus، يتنقل عن طريق الايربورن دروبلتس او الترانسبلاسنتال. كلينيكالي بيبقى فيه low grade fever، pharyngitis، بيبقى فيه lymphadenopathy بالذات behind the ear، وبرضو maculopapular rash بيبقى starts على الface برضو وبعدين بيتنقل to the rest of the body. روبيلا شبه جدا الميزلز بس أخف، بيسموها الحصبة الألماني أو اللي هي ال 3 day measles، لأنها يعني الدور أخف كتير من الميزلز العادية، فاللي هي يعني 3 أيام والطفل بيخف ويبقى كويس. السامبل ممكن تبقى نيزوفارينجل،
أو throat swab بتتاخد 6 days before or after the appearance of rash. دي أكتر فترة الفيروس بيبقى موجود فيها في منطقة النيزوفارينجا أو الـ throat region. زي ما قلنا احنا يعني في معظم الـ infections دي rarely بنحتاج ان احنا نعمل sample و laboratory confirmation. يعني clinically بتبقى واضحة ومش محتاجة ان انت تعمل laboratory diagnosis. اخر viral infection هنتكلم عليها النهاردة اللي هي dengue fever أو بيسموها break bone fever or saddle back fever. دي caused by the dengue virus, the of the flaviviridae family. It contains sorry, الفيروس ده بيبقى enveloped icosahedral و contains positive single-stranded RNA. الفلافيفيريدي فيروسز دول من اللي هم الارثروبود بورن فيروسز، اللي قلنا الفيروسز اللي بتتنقل عن طريق الحشرات الارثروبودز. فالدنج فيفر بيتنقل مينلي عن طريق الموسكيتو. في حاجات عن طريق الموسكيتوز، حاجات عن طريق التكس. احنا بنتكلم سبيسيفيكلي على الدنج فيروس، وده بيتنقل عن طريق الموسكيتوز، تمام؟ فيبقى عندي حاجة اسمها الفيكتور اللي هي الموسكيتو اللي هتنقل الفيروس للهيومن، اللي هي اسمها الأيديس إيجيبتس. الأيديس إيجيبتس موسكيتو دي هي الفيكتور بتاعنا اللي بتنقل الفيروس للهيومنز. الهيومن دول هم الريزرفوار and the definitive host، يعني ما ينفعش يتنقل من human لهيومن، لا، لازم الموسكيتو هي اللي تنقل الفيروس. لو الموسكيتو قرصت الانفكتد patient وبعدين اتنقلت ل patient تاني ممكن تنقل الانفكشن، لكن من human لهيومن كده لوحدهم ما يتنقلش الفيروس. عشان كده بنسميه definitive host، يعني ده اخر مرحلة، ما ينقلش هو نفسه، ما ينقلش الانفكشن. يبقى نبقى عارفين اسم الفيكتور اللي هي الأيديس إيجيبتس موسكيتو. كلينيكالي الدنج فيفر بتت characterized by fever زي ما انتوا عارفين، severe headache، joint and muscle pains، عشان كده بيسموها البريك بون فيفر. بريك بون فيفر عشان بتبقى associated مع severe pain في ال joints وال muscles والبونز. يعني بيبقى معها ماكيلوبابيلر سكين راش. السيمبتومز بيرزيست فور 7 دايز ذن يحصل ريميشن، وبعد شويه ترجع تاني ريلابس. عشان كده بيسموها السادل باك فيفر. يبقى السادل باك فيفر اللي هو الشكل بتاع ان الحاجة يعني تعلى، الفيفر تعلى وبعد تقعد فترة وترجع تنزل تاني، ده اللي هو السادل باك فيفر. الانفكشن دي بتبقى endemic في بعض tropical regions، ومنها ايجيبت عندنا موجود في مناطق فيها الدنج فيفر endemic. السامبل طبعا هتبقى blood، الفيروس بيبقى موجود في blood و بيتنقل زي ما قلنا عن طريق الموسكيتو بايت. آخر حاجة هنتكلم على laboratory diagnosis of viral skin infections. هنجمع ال laboratory diagnosis مع بعضه. زي ما قلنا معظم ال viral skin infections وبالذات اللي هي ال childhood exanthems أو اللي هي ال childhood الانفكشنز اللي بيبقى فيها راش دي بتبقى كلينيكالي واضحة ومش محتاجة confirmation باللابوراتوري diagnosis. لكن كتجميعة للdiagnosis ممكن نعمل virus detection بالالكترون مايكروسكوبي في السامبلز اللي احنا واخدينها.
ممكن نزرع الفيروس على تيشو كلتشر ونشوف الكاركترستيك سايتوباثيك افكت بتاعه. ممكن نعمل ديتكشن للفيرال انتيجنز بالاميونوفلوريسنس تيست في السامبل. ممكن نعمل ديتكشن للفيرال نيوكليك اسيد بالبي سي ار او ريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار. ريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار ده في حاله الار ان اي فيروسز. ممكن نعمل ديتكشن للسبيسيفيك انتي بوديز في البيشنت سيرم بالاليزا. في الحاله دي بشوف السبيسيفيك اي جي ام بتاع ريسنت انفكشن او اكتر من فور فولد انكريز في الاي جي جي تترا عشان اشوف ان دي اكتيف انفكشن. البروفيلاكسيس اوف فايرال انفكشنز، في بعض الانواع من الفايرال انفكشنز اللي قلناها دي اقدر اعمل لها بروفيلاكسيس او اللي هي بريفنشن، يعني ان انا بدي فاكسين زي الام ام ار فاكسين اللي هم الميزلز والمامس والروبيلا. بديهم living attenuated vaccine بيتاخد intramuscular at the age of 15 month to وممكن أدي جرعة تانية من 4 to 5 years. الفاريسيلا vaccine بدي برضو living attenuated varicella zoster virus يتاخد intramuscular على 2 doses and 6 months بينهم 6 months duration. كده نبقى خلصنا الـ viral skin infections. تاني بأكد إن يعني يهمني أعرف كل infection أو disease الـ causative virus بتاعها اسمه إيه، الـ family بتاعته اسمها إيه، الـ nucleic acid اللي موجود فيه نوعه إيه. برضو أبقى عارف لو في characteristic cytopathic effect بيعمله الـ virus. الكلينيكال بيكتشر عشان اقدر اتعرف على الكيس بتاعتي، والسامبل طبعا عشان الدايجنوستس. دلوقتي ممكن نشوف مع بعض اسئله او نموذج للاسئله اللي ممكن تيجي. السؤال الأول: 12 years old boy with erythematous scalp lesions with hair loss. He was suspected of dermatophytosis. Mycological culture of specimens should be incubated at 37 ولا 25 ولا 36 and 25 degrees ولا 44 degrees centigrade. زي ما انتوا شايفين قلنا في erythematous scalp lesions وفي عندي hair loss، يبقى ده الحاجة اللي هي affecting the scalp وبتعمل hair loss اللي احنا خدناها اللي هي dermatophytosis اللي هي قلنا ring worm أو تينيا، تمام. وهو أكد لنا الكلام ده وقال إنها suspected dermatophytosis. لما أجي أعمل culture للspecimen دي هعمل لها incubation عند درجة حرارة كام؟ الدرماتوفايتوزيس ده نوع من الفلامنتس فانجاي زي ما قلنا، فلما باجي اعمله انكيوبيشن بعمله عند 25 درجة. 37 دي لليست، 37 وال 25 للدايمورفيك فانجاي، وال 25 بس دي اللي هي بتاعت الفلامنتس فانجاي. السؤال الثاني: A 60-year-old woman presented with severe pain and skin rash on her left chest. She was diagnosed with shingles and confirmed by PCR. The causative virus belongs to which family? قلنا دي old woman وعندها severe pain و skin rash في منطقة left chest اللي هو الدرماتوم اللي قلنا بيبقى affected بال vesicles. قال لك ان دي infection with the shingles اللي هو ال secondary form of varicella اللي هي caused by varicella zoster virus او herpes zoster virus. الفيروس ده belongs to which family؟ هل هي البيكورنا فيريدي ولا الفلافي فيريدي ولا الهربس فيريدي ولا البابوفا فيريدي families؟ طبعا الهربس زوستر فيروس ده one of the herpes viridae family.
أتمنى تكون المحاضرة واضحة و thank you.